الآن مشاهدينا مع فقرة كاتب ومقال، والمقال الذي اخترناه لهذا اليوم جاء تحت عنوان عن الصحراء الغربية، شيء من الذكريات وحديث عن الابتزاز والتطبيع. هذا المقال المنشور في موقع عربي 21 لكاتبه عريب الرنتاوي الذي ينضم إلينا الآن عبر سكايب لمعرفة ما ورد تحت هذا العنوان. أستاذ عريب، بداية أهلا فيك معنا. أهلا وسهلا. أهلا فيك. ماذا عن هذه الذكريات بداية؟ يعني أردت في الحقيقة أن أقدم للقارئ الذي لا يتابع أو لا يعرف تفاصيل هذا الصراع الممتد لقرابة نصف قرن في تلك البقعة من العالم بعض المشاهدات الشخصية في هذا المجال. يعني ونحن أنا شخصيا يعني من الذين اقتنعوا مبكرا بأن هذا الصراع ينبغي أن يحل على قاعدة الوحدة الترابية للمغرب وترتيبات خاصة لأهل الصحراء وعلاقات حسن جوار في الإطار المغاربي بين أكبر دولتين مغاربيتين الجزائر والمغرب. كنت تابعت بكثير من القلق والاستياء الاستنزاف الهائل لموارد البلدين الشقيقين، يعني في الصراع المندلع بينهما من دون توقف منذ عقود طويلة. هذا النزيف من الموارد، الشعب المغربي والشعب الجزائري كان أولى بهذه الأموال المرصودة لسباق التسلح وللعمليات العسكرية وللاستنفار والحشد والجيوش وغير ذلك. لذلك أردت في الحقيقة ونحن يعني نقر يعني مع الإخوة في المغرب بأهمية الوحدة الترابية للمغرب أن نرفض في المقابل يعني وقوع المغرب في شرك الابتزاز والضغوط الأمريكية الذي نصبه بإحكام دونالد ترامب وفريقه الرئاسي. خليني أتوقف أستاذ عريب في هذه النقطة، أريد أن أعود إلى مسألة الرابط ما بين الصحراء الغربية واعتراف ترامب على أنها مغربية بالتطبيع مع إسرائيل من قبل المغرب. في نقطة أشرت إليها خلال المقال ونظرة اليسار العربي والفلسطيني كما قلت أيضا إلى هذه المسألة. نعم. وأشرت إلى فكرة أنك عندما عدت من الصحراء إلى دمشق وتحدث إليك أبو علي مصطفى وقلت أن هنالك تحقيق حصل في هذه المسألة. سيدي يعني اليسار العربي عموما بما فيها اليسار الفلسطيني بسبب علاقاته الخاصة والمتميزة مع الجزائر يعني انحاز إلى الموقف الجزائري من النزاع حول الصحراء، انحاز بشكل كامل، مع أن هذا اليسار مؤمن بقضية يعني تقرير المصير، وبهذه الحجة قال أن يعني من حق الشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير مصيره في هذا المجال. لكن في الحقيقة عندما كنا ندخل في نقاشات في العمق يعني مع بعض أركان هذا اليسار كنا نستنتج بسهولة أن المسألة ترتبط بعلاقاته التحالفية مع الجزائر، وفي تلك الأزمنة كانت العلاقة مع المغرب بين كل اليسار العربي والمغرب علاقة متوترة للغاية، وكان اليساريون العرب والفلسطينيون ممنوعون من دخول المغرب يعني، وكانت العلاقات بينهم وبين يساري المغرب مدعاة لملاحقة اليساريين المغاربة وتقديمهم للمحاكمات والسجون في تلك الفترة. وأنا أعرف قصصا عديدة في هذه في هذا المجال يعني سواء من الجانب المغربي أو من الجانب الفلسطيني والعربي على هذا الصعيد. وجهة نظري كانت أنه لا يجوز إخضاع مسألة مصيرية كوحدة الأرض المغربية الوحدة الترابية للمغرب لموقف سياسي تكتيكي له علاقات بتحالفات طارئة قد تتبدل قد تتغير هنا أو هناك. هذا أمر غير من غير الجائز يعني أن يتبع اليسار في الحقيقة مسألة تمس الوحدة الترابية لبلد عربي كبير فقط لاعتبارات وأسباب تكتيكية. في المقابل يعني كنت أرى المعايير المزدوجة التي كانت يعني تصدر عن هذا اليسار وهو يدير ظهره لقضية تقرير مصير سبق وأن دعمها في أريتريا على سبيل المثال التي كانت تقاتل من أجل الاستقلال عن أثيوبيا. بمجرد وصول يعني زعيم يساري إلى الحكم بانقلاب عسكري في أثيوبيا أقصد منغستو هيلا مريم
ضربت قضية تقرير المصير بالنسبة للشعب الأريتيري، ولم يعد أحد يتحدث بها أو يقدم الدعم والعون، مع أنني مطل على أن هذا اليسار العربي والفلسطيني كان من ضمن القوى الداعمة لجبهة التحرير الأريترية والجبهة الشعبية بزعامة أسياس أفوركي وغير ذلك. إذن قضايا بحجم تقرير المصير والوحدة الترابية لا ينبغي أن تخضع لاعتبارات تكتيكية أو لتعاقب الأنظمة السياسية والحزبية في هذا البلد أو ذاك. يأتي منجستو فنخذل الشعب الأريتيري، نقيم علاقة طيبة مع الجزائر فنقامر بوحدة المغرب الترابية. هذا أمر لا يجوز أن يصدر عن قوى يعني تقول على الأقل أنها حريصة على الاستمساك بمبادئها وقيمها الأساسية في هذا المجال. لذلك أنا في الحقيقة كان لي موقف مختلف في هذا المجال، وكنت مستعدا نعم، للتعبير عنه في كل موقع وفي كل وكل محفل هذه أيا الإشارات كانت أيضا أريد أن النتيجة. أشير فقط أستاذ عريب إلى أن ما تتفضل به أيضا موجود في المقال لمن أراد أن يستوضح نعم أو يقرأ بشكل متأني كل هذا الحديث الذي تفضلت به. الآن أريد أن أعود إلى فكرة ربط ترامب وعملية ما أسميته بالابتزاز للمغرب، نعترف لكم بالصحراء المغربية الغربية على أنها مغربية مقابل التطبيع مع إسرائيل، وبالمناسبة هو خرج بخريطة أيضا توضح أن الصحراء الغربية هي ضمن الحدود المرسومة للمغرب. نعم سيدي، يعني احنا يعني من يراقب اداء هذه الاداره تحديدا في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا يكتشف ان العنوان الرئيسي لسلوكها ومقارباتها يقوم على فكره الصفقه والابتزاز والمقايضه. ليست المره الاولى التي يجري عرض صفقه من هذا النوع والزج بالتطبيع مع اسرائيل في ملفات لا علاقة لإسرائيل بها، الصراع في الصحراء لا علاقة لإسرائيل به، وإن كانت مستفيدة منه في نهاية المطاف. ولكن القول للمغرب بأننا سنعترف بمغربية الصحراء نظير تطبيعكم مع إسرائيل، هذا هو الابتزاز بحد ذاته. هذه السياسة اتبعت في السودان أيضا، تريدون أن تخرجوا أو نخرج اسم بلادكم من القائمة السوداء للدول الراعية للإرهاب، سيحصل ذلك ولكن بشرط أن تطبعوا علاقاتكم مع إسرائيل. قضية إدراج السودان في القائمة السوداء هذه لا علاقة لها بإسرائيل على الإطلاق، والمفاوضات القديمة والجديدة بين السودان والولايات المتحدة والوساطات التي تحركت بين البلدين طوال السنوات الماضية لم يؤتى خلالها على ذكر التطبيع مع إسرائيل كثما لرفع اسم السودان من قائمة التطبيع، ولكنها عقلية التاجر المرابي الذي جسدتها إدارة ترامب في التعامل نعم مع العلاقات ملف العلاقات الدولية. وهذا ما حصل من أسف، وهذا ما لقي ربما صدى على الأقل عند الجناح العسكري في السلطة الانتقالية السودانية، الذي يبدو إلى جانب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يتطلع بأن يكون صديقا حميما للولايات المتحدة وإسرائيل، صديقا استراتيجيا بهذا المعنى، وأن يبقى في السلطة وأن يدير ظهره بالكامل لكل استحقاقات الانتقال الديمقراطي في السودان. ولذلك نحن نتابع بقلق ما يجري من انقلاب متدرج على الثورة السودانية وأهدافها وتطلعاتها، نعم ونرى أن الجناح العسكري في هذه السلطة الانتقالية يقود هذا الانقلاب. مجلس الشركاء واحدة من المحطات المهمة، الحملة التي شنها البرهان قبل أيام على مؤسسات الحكم الانتقالية، تعطيل المجلس الانتقالي التشريعي في السودان، كلها مؤشرات على أن العسكر لا ينوون مغادرة السلطة في السودان، وأنهم شكرا. ربما يكونوا اطمأنوا إلى شبكة أمان أمريكية إسرائيلية عنوانها التطبيع. شكرا جزيلا لك الكاتب عريب الرنتاوي، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.